وإلى الإمارات، حيث توافد المصريون على مقار اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024. في هذا الإطار قام سفير مصر بالإمارات ورئيس اللجنة الانتخابية بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية في أبوظبي ودبي من داخل المقر الانتخابي بالإشراف والتأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في أول يوم من أيام التصويت.